مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم، هي في مشكلة طبعا ويعني تكاد تكون خطيرة طبعا بتواجه كل بيت، وهي الألعاب الإلكترونية. طبعا أولادنا وأطفالنا يعني اللي بيفضلوا وقت كبير جدا وبالساعات كمان على هذه الألعاب، لدرجة طبعا وصلت ممكن عند بعض الأطفال لدرجة الإدمان، وده طبعا يعني أمر خطير جدا. فطبعا حابين نتكلم يعني النهاردة، نعرف خطورة تلك الألعاب وطبعا نواجهها إزاي، وإزاي نخلي الطفل يعني يحاول يبتعد عنها، ونشوف اللي وصل لمرحلة الإدمان ده نحاول إحنا يعني نخلصه منها إزاي. بيسعدنا أن يكلمنا في هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور مجدي أنور، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. صباح الخير دكتور. صباح النور حبيبي، أهلا وسهلا. أهلا بحياتك، منورنا ومشرفنا في استوديو صباح النور. ربنا يخليك حبيبي، اشكرك. انا بحبك الحقيقه. طبعا يعني هو يعني امر خطير فعلا جدا، لان طبعا حضرتك عارف يعني التطور والتكنولوجيا والحاجات اللي احنا يعني بنعاصرها يعني طبعا وصلت كمان ويعني طالت الاطفال والسن الصغير طبعا، ان هم بقوا بيستمتعوا جدا في اللعب بيها، ومش بس هم بيلعبوا لدرجه يعني فتره معينه، لا دي بقت يعني مسيطرة عليهم بشكل كبير جدا، وبقوا ياخدوا وقت كبير جدا في اللعب على هذا الإلكترونيات. فحابين نعرف من حضرتك في الأول يعني إزاي أعرف أن ابني وصل لمرحلة صعبة في هذا الموضوع، أو مرحلة الإدمان زي ما بيقول عليه يعني. تمام. هو الحقيقة الأولاد لما بيكونوا بيقعدوا على الإنترنت فبيقعدوا أوقات طويلة، ودي المشكلة الأساسية اللي بيعاني منها تقريبا معظم اولياء الامور. بتبقى النتائج بتاعتها كمان يعني مش محسوبه في البدايه، لغايه ما بتوصل لمرحله الخطر. الاطفال بيكونوا بيوصلوا لمرحله الادمان للانترنت. فمن هنا بنبتدي يعني بنعاني مع الاولاد ان بيقضوا اوقات طويله قدام الانترنت. طبعا ده بيقوم بمشاكل كثيره جدا. طبعا من اعظم المشاكل الموجوده لو السن الصغير بيكون ممكن بيوصل الاطفال لمرحله التوحد. بيعيش الطفل هنا في عالم افتراضي، مش بيكون ليه تواصل مع البيئه المحيطه، وبالتالي بيكون ليه تاثير حتى على نسبه ذكاء الطفل بالمقارنه بالطفل الطبيعي، لان المعتاد ان الطفل بيكون يمارس حياته الطبيعية، فبيكون طفل طبيعي ذكي بطبعه. لكن للأسف الطفل لما بيكون بينخرط في لعب مثلا، أو في الوقت اللي بيقضيه قدام الإنترنت، المشكلة هنا إن الطفل بيبقى المهارات الحياتية اللي المفروض بيكتسبها من خلال البيئة المحيطة بتبقى المهارات دي أقل. للأسف الطفل دوت بيوصل لمراحل ان هو بيوصل لمراحل صعوبات للتعلم، وبتبقى في مشكله في التواصل بينه وبين البيئه المحيطه، بيلاقي نفسه عايش وسط عالم افتراضي. ما بيقدرش يكون بيدرك حقائق للحياه واسلوب للتواصل بطريقه سويه. ففي مشاكل كتير جدا بتحصل للاطفال بسبب وجودهم قدام السوشيال ميديا. طبعا الوعي الاسري هنا مهم جدا، اللي بيه المفروض ان الوالدين يكونوا داركين مخاطر الالعاب دي من وقت بدري، لكن مش يسيبوا الاولاد يكونوا بيلعبوا الاوقات طويله وخاصه لشهور واثنين، وبعد كده يبتدي يعني يشتكوا من معاناه لان الاطفال دي مستواها الدراسي بيقل، والتواصل بينهم وبين اصحابهم بيقل. يعني بيلاقوا في مشاكل كثيره قوي حصلت للولاد ما بيتداركوهاش في الوقت الاولاني، فبيحصل هنا تفاقم بقى للمشكله. فمن هنا المشكله ان الاطفال هنا بتبقى اتعودت على حياه معينه باسلوب معين، وابتدوا بقى يعيشوا في العالم الافتراضي بتاعهم. بنبتدي بقى كده كاولياء امور بنبتدي ندرك المشكله ونحاول نقاوم ولادنا، فبندخل هنا في صدام وصراع معاهم بسبب ان هم خلاص اتعودوا على انهم يعيشوا في العالم الافتراضي بتاعهم. الحقيقه ان بتبقى نسبه ذكاء الاولاد اللي بيقعدوا قدام السوشيال ميديا زي كده وبيلعبوا العاب زي ببجي بيتفكروا في دايره واحده، فما عندهمش خبرات حياتيه، والمشكله الاكبر ان بيتحولهم لشخصيات عنيفه
طبعا ما بتقدرش تتعامل مع عالم الواقع على قد ما هي بتكون يعني بنسبه كبيره قوي بتحتضن بالواقع. طبعا كل دي سلبيات بيعاني منها الطفل، وطبعا هيعاني منها اولياء الامور، طبعا بتبقى نتائجها مش كويسه بالنسبه للاولاد. فتدارك المشكله من البدايه طبعا يجي يكون مهم قوي ان احنا نعمل عمليه تنزيل للولاد للاوقات بتاعتهم، ولو في وقت بيظهر فيه فيبقى الوقت بيكون مش وقت بلا حساب عشان نقدر نكون بننقذ ولادنا من مخاطر حاجه زي كده. تمام. فدي الامور بتبقى خاصه بالاعمال. تمام. طيب دكتور مجدي، برضو حابين نعرف المسؤوليه بتقع على مين بالظبط؟ على يعني لو قلنا مثلا يعني بتقع على مسؤولية مجتمعية ولا مسؤولية الأسرة لو الطفل وصل لهذه المرحلة من الإدمان، يعني المسؤولية بتقع على مين؟ لا، هو الحقيقة إن المشكلة الأساسية هنا بتقع، المسؤولية بتقع على القصة دي بنمرة واحد. توعية المجتمع ده شيء كويس، إلا إن توعية المجتمع مش متواجد مع الطفل بصفة دائمة زي الأب والأم. فهنا حتة التوعية بالنسبة للمجتمع دي هي الأساسية، توعية الأسرة هي دي الحاجة الأساسية. لو في التوعية بتاعة الأسرة، المجتمع بعد كده بيكمل ما هو دور الأسرة، لكن الدور الأساسي هنا فعلا الحقيقة موجود على عاتق الأسرة مش على المجتمع. ممكن يكون في توعية مجتمعية، ده شيء كويس ومطلوب، لكن ما كانتش الأسرة عندها الوعي كمين هينفذ القرارات بتاعة الأسرة. لازم الأسرة نفسها هي اللي بتقوم بعملية المتابعة، هي اللي بتقوم بالتواصل والتفاعل مع الطفل وإلزام الطفل إن هو يكون يعني بينظم وقته وحياته عشان ما يقضيش أوقات بطريقة غلط ما يستفادش منها. والنتائج طبعا وردود الفعل بتاعت اللعبة على الأطفال أصلا بتبقى سيئة. فبتلاقي هنا في سلبيات بتحصل من الاطفال نتيجه اللعبه زي دي. فلو انا كأم او اب ما ادركتش المشكله من البدايه، فالحقيقه ان انت تعب الطفل دوت، وبالتالي النتائج هتبقى سيئه جدا على 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 الطفل. فالمفروض لو انا عندي وعي كأب وكأم، المفروض ببتدي انظم عمليه وجود الطفل قدام السوشيال ميديا بصفه عامه، مش اللعبه دي بس. اوقات كتير للاسف الاب والام بيستسهلوا وجود الطفل قدام لعبه زي دي عشان هم مشغولين في حاجات ثانيه. فطبعا النتائج هنا بتبقى سلبيه، لان عدم وعي الاسره بهذه المشكله بيؤدي للطفل لنتائج سيئه جدا. لو الوالدين طبعا ادركوا القصه دي، المفروض يكونوا بينظموا الوقت دوت، ما بيسيبوش الطفل يعني بيقضي اوقات طويله بلا حساب. دور الأسرة طبعا هنا هو الأساس. طيب برضو حابين يعني نعرف من حضرتك طبعا، هل هذه الألعاب بتؤثر على يعني نفسية الطفل؟ يعني ممكن تؤثر عليه بالسلب مثلا، يعني تخلي نفسيته أو في مشاكل صحية ممكن يقابلها من هذا من هذه الألعاب؟ طبعا ده شيء حقيقي مهم جدا. الألعاب دي أصلا بتعتمد على العمر. الالعاب العنيفه اللي زي دي اول حاجه هتطلع طفل عنيف، لكن في اطفال ثانيه هتطلع بتخاف بسبب الالعاب دي. لان الالعاب العنيفه مش كل طفل بيقدر يمارس الحياه العنفيه وكان بيتعلمها، لان الطفل لما بيعيش في جو في عنف زي كده ما بيكونش طفل سوي، بيكون اصلا طفل هنا عنده خوف ومش عارف النتائج ايه. فبالتالي الطفل ده بيعاني من امور نفسيه ممكن توصل لمراحل كثيره جدا يحتاج فيها كمان علاج. لان الشعور الانسان بعدم الامان، الشعور الانسان في وجوده في جو حرب وصراعات مستمره، ده ما بيخليش الطفل ينشا كطفل سوي. الحقيقه كمان الطفل لما بيدمن شكل الحرب والدم بيطلع طفل كمان عدواني جدا وعنيف جدا. مظبوط. وفي اسر كتير بتشتكي من عدوانيه الاطفال والعنف بتاع الاطفال، طبعا بيكون الدوت راجع للطفل بيكون بيلعب العاب عنيفه زي كده.
وطبعا النتائج مش لطيفه، لان هنا الطفل اتعود ان ده اسلوب التعامل الطبيعي اللي هو شايفه قدام عينيه. هتلاقي في جزء من الاطفال بيخافوا، والجزء الثاني هيكون بيمارسوا نفس العنف دوت. انت حسيت طبعا ان النتيجه مش كويسه، فدي بتاثر طبعا بطريقه مباشره جدا على الاطفال. طبعا طبعا على البيئه الخفيفه بالنسبه كمان للاطفال كاسره او عائلات او طبعا بقى في المدارس او في المجتمعات عموما. فطبعا مش مهم، مش مفروض ان احنا نكون بنخلي الطفل يكون بيلعب العاب عنيفه فيها يعني حاجات دمويه وحاجات فيها قتل وحاجات زي كده. الطفل يقلق دوت يشعر ان دي الحياه الطبيعيه العاديه اللي المفروض يعيشها، فيبتدي يتقمص شخصيات ويعيش ادوار. دي مشكله. المشكله الثانيه بقى الخيالات عند الطفل. المشكله هنا حته الخيالات، ان الطفل بطبيعته يتخيل. فتلاقي الطفل دوت ممكن بيحلم باحلام ازعاجك او ايه، ناتجه لان هو بيشوف مناظر ومفاجآت كلها صداميه وكلها حروب. فتلاقي الخيال عند الطفل بيزيد اكتر. فيبتدي الطفل يتخيل امور وبتبقى بالنسبه له مشكله كبيره. قصة في المحفظة محتاجة علاج فعلا. طبعا الوعي الاسري هنا في الجزء دوت مهم عشان ما نعرضش ولادنا كمان للمخاطر النفسية والصحية. يعني لازم برضو دكتور يكون في امر يعني او شيء من الرقابه كمان يعني بشكل يومي كمان على الطفل، ويشوف كمان بيعمل ايه على الموبايل اكتر. يعني دايما لازم يعني احنا بننوه يعني للاباء والامهات طبعا يكون في رقابه دوريه على طول في هذا الموضوع. ده مظبوط، دي حقيقه. طيب حته الرقابه هنا مهمه طبعا بالنسبه للاطفال. عشان اقدر اكون بتابع الطفل دوت يعني المشاكل اللي بيمر بيها. وفي مشكله ثانيه طبعا بالنسبه لحته الرقابه، ان اوقات بيتخلل الالعاب دي يعني حاجات بتبقى دخيله كده على اللعبه، فممكن الطفل يتعرض لمشاهد ومناظر تبقى مش مظبوطه. المواقع طبعا بتكون بتبث حاجات يعني لا اخلاقيه بالنسبه للطفل. فبنفتح قانون الطفل هنا على حاجات وبتخليه بيخرج من دايرة نفس اللعبة، فبتحطه لدوائر تانية. والطفل طول ما الموبايل في ايده بلا رقابة هو نفسه بيقعد يقلب في الموبايل يمين وشمال، فوارد قوي انه بيتعرض يعني لمواقع بتبث اشياء خطأ بالنسبة للطفل ما يش عن السن بتاعه. فدي طبعا بتعرض الطفل لمشكلة كبيرة، وفي طبعا حاجات كتير بتجيلنا بالحالة دي ان الاطفال اتعرضت لصور ومشاهد تعتبر ذكيه ما بتخليش الطفل يعيش حياته الطبيعيه في السن الطبيعي بتاعه. لكن طبعا للاسف الطفل دوت يعني بيبقى عنده خبرات يعني فوق سنه، بيفكرها كمان او بيشوفها بمشهد يعتبر مش حقيقي وخاطئ ومبالغ فيه. فبيتكون يعني بيكون عند الطفل تصورات كمان جنسيه خاطئه. فهنا انا بنزع البراءة الطفل، ده الجزء الثاني، ان انا بغذي الطفل بافكار سلبيه جدا. مش مفروض ان انا اكون بسيب الطفل طبعا يتعرض لحاجات زي دي، لان انا هنا بكسر البراءه بتاعته. في مشكله ثانيه كبيره المفروض ان احنا بنراعيها في اولياء امور، ما بتخافش الاطفال يتعرضوا لحاجات زي كده. فكل ده طبعا راجع للوعي الاسري اللي يجب يكون الاسره يعني ملمه بيه ومحيطه بيه عشان ما تتعرضش لمشاكل كتير. مظبوط فعلا كلام حضرتك. طيب احنا برضو ننتقل لنقطه اخرى دكتور مجدي، وهي الالعاب اليدويه برضو انتشرت في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا، وهي الالعاب اليدويه. برضو حابين نعرف من حضرتك الفرق ما بين الالعاب الالكترونيه والالعاب اليدويه، ومدى تاثير يعني الالعاب اليدويه برضو على الطفل. مش كل الالعاب اليدويه سيئه، لان في العاب بتبقى بتنمي قدرات الطفل. لكن الالعاب يعني اللي بتنمي قدرات الطفل دي حاجه مفيده برضو نشجعها يعني. طبعا الحاجات الايجابيه اللي هي بتنمي ذكاء الطفل والتفكير بتاع الطفل، فدي شيء ايجابي. وهنا برضو ده بيرجع لدور الرقابه الاسريه، لان هنا في وعي اسري. هيبقى الوالدين داركين انا بخلي الطفل يتفرج على ايه وبمنعه انه يتفرج على ايه.
لكن الحقيقه لو ما فيش رقابه فبتبقى هنا المشكله. ان انا بسيب الطفل بقى منه لنفسه واللي بيتعرض له بقى هو نصيبه. ايوه طبعا هنا حته عدم وجود الرقابه هنا بقت مشكله، لان الطفل ده بيتعرض دايما في حاجات ايجابيه ممكن تساعد الطفل يكون بيتعلمها، دايما في حاجات سلبيه طبعا بتاثر على الطفل تاثير سلبي جدا. فالمهم الوالدين يكونوا على وعي يعني بالطفل دوت بيعمل ايه في الوقت دوت، عشان اقدر اساعد الطفل انه يكون الامور اللي بيتعرض ليها تكون تحت السيطره، وما يكونش الطفل يتعرض لحاجات مش مناسبه لسنه. فما يعرضش نفسه او ما يسمحش للطفل يتعرض لمخاطر. كل الحاجات دي الحقيقه بتلاقي تاثير يعني نفسي على الطفل يعني سواء كان مباشر او غير مباشر. فهنا دور الرقابه الابويه طبعا بقيت مهمه جدا، وبجد مش مفروض ان الوالدين يكونوا يعني يستقبلوا يسيبوا الطفل ده قدام في من غير ما يكون الامر ده مدروس ابعاده ايه، لان التاثيرات السلبيه على الطفل هي كمان. نقطة حضرتك دي نقطة حضرتك دي مهمة، لأن هو كمان كتير من الآباء يقولوا أهو يعني الطفل يعني سوري ما هو مشغول بحاجة أو اللي هو يعني بيتسلى، فطبعا احنا مش عايزين يكون هذه الأمور، ما ممكن يكون بيتسلى بحاجة تضر يعني. ما هو دي المشكلة الحقيقية، إن لو مفيش رقابة فطبعا الطفل يعني اللي بيتعرض بيه بيعيشه وبيعيشه كده على طبيعته لغاية ما بيعمل. بنكتشف بعد وقت ان الطفل دوت ما بقاش يعني طفل طبيعي، ما بقاش طفل سوي، عنده افكار غريبه وليه ردود افعال غريبه. صح. الحقيقه كمان يمكن ضمن المشاكل بخصوص الالعاب الالكترونيه والوجود الطفل ده قدام الانترنت كتير والسوشيال ميديا بصفه عامه، بنلاقي الاطفال بتبتدي جواها اندفاعات عايزه تجرب حاجات مش مبررة. الحقيقة لما بيحصل حاجة زي دي بتلاقي مثلا أنا كان في عندي مشكلة إن في ولد سحب فلوس من البيت بمبالغ كبيرة جدا جدا عشان يكون يعني بيلعب ألعاب زي دي. فهنا دور الرقابة الأسرية مهم جدا، لأن ما ينفعش إن أنا أسيب الطفل في العالم بتاعه وأنا فرحان إن هو يعني سايبني، وبعد كده أفاجئ إن الطفل دوت صدر منه تصرفات وأفعال يعني كل هذا يعني فعلا تأثير على الأسرة. فالوعي الأسري هنا مهم جدا. يعني أتمنى طبعا تكون الأسرة كلها في وعي للجزء دوت. وطبعا السوشيال ميديا برضه ليها دور في التوعية زي القناة بتاعت حضرتك دلوقتي، هي توعي الناس أهمية الرقابة الأسرية ومخاطر الألعاب الإلكترونية. وهقول في نفس الوقت موجبة فوائد، فهي فوائد يعني محدودة وهتبقى تحت رقابه اسره تقدر تكون بتساعد ولادها ان هم يكونوا بينموا او بيكونوا بيضيعوا. فهنا كل ده مهم جدا عشان نقدر نرتقي بولادنا وبالمجتمع. طب دكتور مجدي، هل ليه علاقه بهذه الالعاب سواء اليدويه او الالكترونيه بمرض التوحد؟ هل ممكن هذه الالعاب تصيب الطفل بمرض التوحد؟ على اساس يعني فترات كبيره مع هذه اللعبه يعني مش بيشترك في بقيه الاعمال اليوميه يعني؟ دايما لما بسيب الطفل في عالم افتراضي فهو اتعود ان يكون في عالم الافتراضي بتاعه. انا هنا ما عودتش الطفل ان هو يكون بيندمج في وسط المجتمع وانه بيقوم بالانشطه والمهارات الحياتيه اللي المفروض يكون بيقوم بيها الشخص الطبيعي. فبالتالي هنا انا بعيش الطفل في عالم افتراضي، والعالم الافتراضي دوت الحقيقه مش بحاجه للطفل، لان نتيجه العالم الافتراضي دوت للاسف ان الطفل بيتعود ان هو دي البيئه بتاعته، فما خدش على بيئه ثانيه غير دي. النتيجه الطبيعيه بالنسبه للطفل دوت على طول بيبقى يعني عنده نسبه من التوحد. لانه خلاص هو نشا والخبرات الحياتيه بتاعته بتقول ان دي البيئه الطبيعيه اللي هو عايش فيها. فلما تيجي تحاول تحط الطفل في بيئه اخرى، البيئه الاخرى دي غريبه على الطفل. مش قادر يعيشها ومش متفهمها ومش مندمج معاها ومش مرتاح لها. وبعدين يتعامل معاها ازاي وهو ما اتعودش انه يتعامل معاها. فدي بتبقى مشاكل تراكميه بالنسبه للطفل، ونتائجها على طول ان الطفل دوت
يعني وارد قوي انه يكون يعني بيصاب بالترحل، بيصاب يعيش في عالم افتراضي لانه خلاص هو اتعود ان ده العالم بتاعه. ما شافش انه في عالم تاني ممكن يتوجد فيه غير ده. خلاص ابتدى يعيش العالم ده. لو ما قدرتش ولي الامر المشكله من البدايه واستمر الطفل على الوضع دوت لوقت، هتلاقي الطفل دوت طبيعته فعلا مش بيعرف يتعامل معاه. ودي مشكله كبيره وناس كتير بتعاني منها الحقيقه. مظبوط. هنا الوعي البصري في الجزئيه دي مهمه قوي، ان انا ببقى دارك المخاطر اللي بيتعرض ليها الطفل بسبب اللعب دوت. فلو الاسره عندها الوعي تقول لا طبعا بتعمل عمليه رقابه شديده جدا وتنظيم للوقت فما تعرضش اولادها للترحل. المشكله كمان ان الاطفال اللي بتكون بتلعب العاب عنيفه لما بيجي يعني وسط المجتمع مثلا يروح مدرسه فرد فعل الطفل دوت داخل المدرسه بيبقى عنيف. مظبوط. فبتلاقي ان هنا الطفل ابتدى يتصرف سلوكيات مش منطقيه ومش مبرره وهو فاهم ان ده الطبيعي وده العالم بتاعه كده. فانتوا بتمنعوني منه ليه؟ صح. ما انتوا سايبيني للعالم دوت على طول فبتمنعوني دلوقتي ليه؟ فهنا بيدخل حتى الطفل في تصادم مع الاسره. انه شايف ان الاسره بتنقله من عالم لعالم ثاني. فالانسان بطبيعته ما بيحبش التغيير وممكن يكون بيخاف كمان من التغيير. فبالتالي لما يكون طفل متعود ان هو يعيش في عالم وهمي زي دوت وتيجي انت عايز تلزمه انه يعيش في العالم بتاعه العادي اللي المفروض يكون، هتلاقيه الطفل ده يعني بيرفض ده. مش متقبل ده، مش قادر يتعايش معاه. مظبوط. فهنا انا اذيت الطفل. في نفس الوقت طبعا تاثير الطفل دوت على حتى اصحابه اللي حواليه بتبقى تاثير سيء، لان الطفل هنا بيبتدي يتعامل. مظبوط. ايوه دكتور، هو الحقيقه طبعا زي ما حضرتك اوضحت يعني بشكل مفصل جميل جدا عن هذه المشكله، واحنا طبعا يعني بنؤكد على كلام حضرتك، وطبعا في الاول وفي الاخر الاب والام ليهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، هم اللي يقدروا يسيطروا على هذا الوضع قبل ما يوصل لمرحله الادمان ومرحله خطيره. فاحنا طبعا يعني بشكل يعني جميل وبسيط، طبعا مش عنف او حاجه، ولكن بشكل يعني يفهموا الاطفال اكتر واكتر عن مخاطر هذه الالعاب. الحقيقه دكتور مجدي انا بشكر حضرتك يعني على تشريف حضرتك لنا وعلى المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها، وان شاء الله كده يعني نرى صحه اولادنا في الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تعيش. انا بشكرك جدا دكتور مجدي انور، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا وايضا خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. ان شاء الله الاسبوع القادم مع صباح مي جديد، واشوفكم بكل خير وصباح الخير.